هنلعب لعبة كراسي موسيقية كده. خلاص احنا قلنا ان كوفاتش هيكون اول مدرب هيمشي، المدربين متاحين حاليا جوزي مورينيو، مورينيو، ارسن فينجر، مين تاني متاح؟ في حد ايطالي؟ ماكس ميلانو اليجري، اليجري اليجري اسم تقيل جدا في السوق يعني. فادي كده ثلاثة متاحين، مش ممكن يكون في تدليل واحنا مش واخدين بالنا منهم في، بس مش صف اول. ممكن بيل ابيد ممكن يكون خليفة كوفاتش في حالة رحيل بايرن ميونخ، في حالة رحيله عن بايرن ميونخ. يوب هاينكس ده بقى اللي انا كنت بسأل، هل ممكن نشوف يوب هاينكس تاني؟ لا خلاص كفايه سيبوا الراجل يعني يريح بقى، اصل هيجي يعمل ايه؟ هياخد دوري؟ ما انا عندي منه كتير، ما انا عندي منه كتير، فكفايه بقى فاهم. لا ممكن مورينيو اظن تبقى تجربه مثيره للاهتمام، ولو راح بايرن ميونخ في المانيا هيبقى اول مره يروح الدوري الالماني، وهيبقى اللي هو كالعاده يعني الحاجات اللي هو بيتريق عليها بيرجع يعملها بعد بالزبط. كده يعني هو اتريق كتير على جوارديولا عشان راح بايرن وقال ايه التحدي في ان انا اروح اكسب دوري من شهر مارس بتاع، وكان بيتريق على الدوري الاوروبي وبعدين كسب واحتفل بيه. بس هيجي وهيقول تصريح في اول مؤتمر عادي عادي مورينيو، هو لا في تحدي انا جاي متاخر على في النقاط عن هيلاقيها ولا حاجه وهيبقى بكسب هيحور لها ما يكونش بس بيتفرج. طيب عارفين مين بيتفرج؟ ما علينا. طب ده بايرن ميونخ، ارسنال لو يوناي امري ماشي مين انا مش شايف حد من الموجودين لايق على الدي ان اي بتاع ارسنال ياخدوا ريسك ويعينوه بقى الشخص اللي كان اسمه مطروح وما اتاخدش، ميكيل ارتيتا. ميكيل ارتيتا ميكيل ارتيتا مساعد جوارديولا اظن لو اتعرض عليه مبدئيا هو مش هيرفض يعني، مستحيل يعني فرصه كبيره جدا. زي اونري برضو اتقال ممكن يمسك اخر الموسم ممكن، طبعا بغض النظر عن تجربته مع موناكو ما اظنش ان هم هيبصوا له، مش هيبصوا له لما لو قرروا ان هم هيمشوا ايمري واسم اونري طرح، ما اظنش ان هم هيبصوا ان هو ما نجحش في مسيرته الاولى. ممكن التمثيل العذر ان هو مثلا اجواء ما كانتش مناسبه وان الفريق كده كان في وضع كارثي يعني، لكن اونري في ارسنال هيبقى معاه دعم كامل، وهيبقى معاه ما هيبقى معاه الجمهور يعني هداف التاريخ الارسنال يعتبر احسن لاعب في تاريخ ارسنال. ممكن يكون فعلا اسمين اللي انا الاسم اللي انا قلته واسم اللي انت قلته هما اللي يجوا في حاله ان ارسنال يمشي امري، اللي هي اظن المفروض تبقى قريبه جدا لان الفريق مش بيتحسن اطلاقا، الفريق من سيء لاسوء يعني. وخليفه سولشاير في مانشستر مش هيمشي النهارده، خسر تاني مش هيمشي مش حاسس ان هو هيمشي يعني، تحس ان هم خلاص ان هم مش عايزين يغيروا مدربين تاني يعني زهقوا بس ان خلاص احنا هنخسر. ممكن مش 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 حاسس ان اداره مانشستر يونايتد هتغير مدربين قريب يعني، هو راجل تحس وهو تحس ان هو مطمن اصلا. هو النهارده كان خارج سعيد جدا رغم الخساره، بس ما اعتقدش ان هو هيطول كتير يعني. اعتقد ان لو بشي هيبقى أليجري هو الانسب، وأليجري على فكره لايق قوي على مانشستر يونايتد وهيقدر ان هو يعني أليجري مش لايق على ارسنال. أليجري مدرب رائع من افضل المدربين في العالم، انا بشوف كده رغم ان انا كنت بطالب بمشيانه من يوفنتوس بس طبعا ما كنتش معوضه هو ساري، لكن هو فعلا من افضل مدربين العالم، بس مش هيبقى لايق على ارسنال زي ما بيتقال ان هو ممكن يمسك، لكن مانشستر يونايتد هيبقى لايق جدا جدا عليه. بس هنشوف سولشاير هيمشي ولا هيكمل، اتمنى يكمل يعني، عايزين نتفرج.